أنا اللي كنت بحط في إزازة المية اللي بديها لمحمد مراد كل يوم كمية مسكن مركزة، والمسكن ده معروف إنه لو اتاخد منه كمية كبيرة كذا يوم ورا بعض ممكن يؤدي لعوارض أزمة قلبية. ميتك كل يوم تروح تقيلة أشيلها لك؟ يعني مش للدرجة دي كل يوم. آه جري يعني مية. يلا بينا. حاضر يا ستي. اهو اهو. كنت عايزاه يقع واحنا بنجري عشان انا اللي انقله المستشفى ويفضل مديون لي بحياته، بس ما كنتش اعرف انه اصلا بيعاني من مشاكل في قلبه، وان الكميه الزياده اللي اديتها له على مدار الاسبوع اللي فات كان ممكن تموته، وانا ما كنتش عايزه كده ابدا. أنا نيمت مالك؟ مالك يا راجل يا عجوز؟ هي دي يا كارما، يا راجل يا عجوز. الزمن اللي عدى، أنا امبارح كنت شباب، شباب جدا، عملت بيت وأولاد، بس قضيت عمري كله بجري من اجتماع لاجتماع، من بلد لبلد، حتى لما كبرت فضلت أجري لحد ما وقعت وشفت الموت بعناية. بعد الشر عليك ما تقولش كده، دي أزمة قلبية بسيطة وعدت، الدكتور ما قالش حاجة مهمة يعني. وأنا في المستشفى كان عندي شوية وقت أفكر، أنت اللي كنت معايا لحظة ما وقعت. بالصدفة، بالصدفة أنا اللي كنت معاك، وأي حد مكاني كان ممكن يعمل كده. وبعدين شريف وسارة لما عرفوا بالخبر جريوا عليك على طول، اعتبرني زي بنتك ولا إيه؟ ما تحاوليش تجملي الصورة. صافي والأولاد جم بعد ما خلصوا اجتماعاتهم، أول ما شافوا تليفوناتهم، وحتى أول ما رجعت البيت زي ما أنت شايفة أهو مفيش حد جنبي، كل واحد جري على مصالحه. أنت الوحيدة اللي معايا هنا دلوقتي. ياه، الدرجة دي أنت زعلان منهم؟ بالعكس، أنا زعلان من نفسي. أنا دلوقتي بدفع تمن كل اللي فات. خلاص يا سيدي، اعتبرني انا ديون واحده من العيله. ممكن اطلب منك حاجه؟ انت تؤمر. ممكن تقولي لي يا بابا؟ يا ريت، بس مش
هينفع. ليه مش هينفع؟ الوزير اسمح لي أتوجه بالشكر لمعاليك على الاستجابة لجهود الوساطة بين الحكومة ورجل الأعمال عمر هداية. دكتورة صفي لز، احنا ما نقدرش ننكر مجهود حضرتك خالص. على فكرة حضرتك حققتي مجهود كبير خلال الفترة اللي فاتت، قدرت تحققي حاجات فشل فيها حتى ناس موجودين سواء في الوزارة أو في الهيئة أو حتى عندي هنا، وفضلك وجود عمر بيه معانا النهاردة. معالي الوزير دكتورة صفي ناس، أحب أشكركم. برضو أحب أقول أن قطعت شوط كبير قوي في سحب استثماراتي من السوق المصري، بس بعد تدخل ووعد الدكتورة لقيت أن عيب قوي أسيب بلدي في ظروف دي. أنا مكمل يا معالي الوزير، بس يا ريت ما ننزعلش من بعض تاني. مش هيكون في زعل إن شاء الله معالي الوزير. إحنا قدرنا نحافظ تقريباً على ضخ مليار دولار كانوا هيدعوا مننا ودعوا على البلد بسبب سوء تفاهم بسيط بين الوزارة وبين رجل الأعمال عمر هداية، وكله بخصوص الضرائب النهائية. دي حاجات بقت في الماضي يا دكتورة ولا إيه يا عمر بيه؟ أنا متحمس لتكملة المشروع ونعوض الأيام اللي ضاعت. وأنا مضيت لك كافة الأوراق المطلوبة، وبالتوفيق إن شاء الله. ألف مبروك. وعلى فكرة دكتورة صفي ناس، حضرتك عملت بنت مهمة قوي عند السيد رئيس الوزراء، وإن شاء الله خير. شكرا. مبروك يا معالي الوزيرة، ولا لسه ما بقتش رسمي معاليكي؟ خش جوه. انت بتعمل ايه هنا؟ عشان ابقى في انتظار سيادتك لازم اهنيكي اول واحد، رغم اني اخر واحد عارف. واضح انك شارب، ممكن تطلع تستريح؟ لا أنا هفضل هنا شوية، هخلي مصطفى يجي عشان نخلص العقود بتاعت شراكة عمر. مراد، ممكن نأجل الحديث للصبح؟ ليه؟ عشان أكون هديت؟ فقت؟ ما صدعش دماغي عليكي؟ أنا عايز أعرف حاجة واحدة بس، إزاي تعملي فيها كده؟ ده شغل، زي ما انت كنت بتشتغل انا كنت بشتغل. حلو التصور ده، زوج وزوجة عايشين في بيت واحد، الزوج بيحكي كل حاجة ومش بيخبي، والزوجة تسمع وتكتم وتبدأ تخطط ازاي تخسر جوزها عشان هي تكسب. الموضوع مش زي ما انت شايف، المشروع ده كبير قوي ما ينفعش انه يتم. حتى لو ما خدتش عمر للهيئة ما كانش ينفع تشاركه، موقفي كان هيبقى حساس جدا. وموقفي انا مش مهم، جوزك يا هانم بقى تريقة النوادي ومكاتب شركاته. محدش يقدر يعمل كده، كل ده هيتنسي، مش هيفتكروا إلا رجل الأعمال الأشهر ومعالي الوزيرة. ده كان اتفقنا من يوم ما اتجوزنا، المصالح ما تزعلش. والمليارات اللي راحت عليا. أنت تكره مراتك تبقى وزيرة؟ لا، بس مش على حسابي، مش مراد يا هانم اللي تلعبي من ورا ظهره وتستغفليه. اهدى يا مراد، لما أحلف اليمين هتعرف إن أنا كنت صح. أنت دايماً صح يا سفينة زهانم، دايماً صح.